السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله تكونوا كلكم بخير وانتوا بتشوفوني. لو أول مرة تشوفوا قناتي أنا حنان، وأهلا بيكم. النهاردة يوم الخميس، وبصوا بقى أنا هوريكم الحاجات اللي أنا عملتها في يوم الخميس. أنا كنت مخلية يوم الخميس ده ليوم الخضار بس، وتوضيب يعني الحاجات اللي أنا بجيبها في الأسبوع والحاجات دي، كنت وتنظيف التلاجة والحاجات دي كلها. ده كان في الخطة الأسبوعية اللي كنت عاملاها، كنت عاملاها معاكم فيديو قبل كده وانا كنت ماشيه عليها على طول يعني، ولكن غيرته خليته الخميس بقى اللي هو بيبقى يوم تنظيف المطبخ، تنظيف كويس كده الارضيه والبوتاجاز، واحيانا بحط حاجه زي اللي انتوا شايفينها دي كده، ايه بتبقى حاجه اضافيه، ان انا مثلا انظف المعالق والشوك، انظف الحلل زي ما انتوا شايفين كده، المع اي حاجه بتبقى حاجه ايه اضافيه كده، ادور مثلا على البلاستيكات كلها وافرزها وانظفها. يعني لازم بيبقى في حاجة إضافية أعملها، لأن يوم الجمعة أنا باخده أجازة. بحب أطبخ يوم الخميس وأخلص حاجات كتير قوي يوم الخميس، عشان يوم الجمعة مش بحب بصراحة أعمل فيه حاجة، بحب أصحى رايقة وأبخر البيت وبعد كده أقرأ سورة الكهف وأفضل قاعدة كده لغاية لما يقولوا لي جعانين أسخن لهم بقى الأكل اللي أنا عاملاه يوم الخميس. بس فهنا أول حاجة جبت طبق حطيت فيه بيكربونات صوديوم أو بيكربونات الصودا أو الصودا، وحطيت عليها سائل المواعين، سائل الصحون العادي بتاعنا، وحطيت عليه شوية خل، وممكن تخففوه بشوية مية. ومسكت كده بقى الحلل الستانلس اللي عندي كلها، وحبيت ان انا ايه اديها كلها كده دعكة حلوة قوي. الشوية اللي انا عملتهم دول بتوع التنظيف ينفعوا للحلل تنضفوها بيها من جوه ومن بره، لكن لو هتنضفوها من بره بس ممكن تزودوا قد غطا كلوريكس الوان هيلمعها وينضفها حلو قوي، بس ما تغسلوهاش من جوه. ولكن المعجون اللي انا عملته ده ينفع ان انا المعها من جوه ومن بره. طبعا زي ما انتم عارفين الكلور والكلوريكس الحاجات دي كلها طبعا مش الاواني اللي احنا بناكل فيها، فعشان كده لو هتغسلوا بيها ما تغسلوش ابدا الحلل من جوه، تتغسل بس من بره بتلمع حلو قوي. هو عموما الكلوريكس حلو قوي في الاستانلس، يعني لو هتنضفوا بيه الحوض او البلعات الله يعزكم او الحنفيات بتاعت المطبخ او الحمامات بيلمع حلو قوي يعني. بس مسكت هنا السلكه الناعمه العاديه السلكه البلدي دي، وغسلت بيها الحلال الاستانلس. الحلال الاستانلس ما بتتغسلش بالسلكه الخشنه، ويعني ماما كمان اصلا ما بتحبش تغسلها حتى بالسلكه الناعمه يعني. انا بس انا بصراحه مش بحس ان هي نطفت غير لما بغسلها بالسلكه الناعمه، لكن بالسلكه الخشنه لا ما استخدمهاش ابدا فيها، بحس ان هي بتجرحها. والليفه بتاعت المواعين العاديه الاسبونشه العاديه دي مش بحس ان هي بصراحه بتنضفها او بتلمعها، فاكتر حاجه بتلمعها اللي هي السلكه البلدي العاديه الناعمه دي. بس هنا اخر حاجه حطيت انا شويه خل كده في الحوض ولمعته بالسلكه قبل ما ارميها. طبعا انتوا عارفين السلك ده مال يعني ملوش روح ملوش عمر، بنغسل بيه وبنرميه على طول عشان ما يصديش. ونضفت كده الحوض، وهاخد انا بتلخبط ليه، هاخد الحلل واغسلهم اشطفهم مره تاني مكان البيكربونات وكده، عشان بيبقى عامل زي كده ماده كده مش بتروح بسهوله يعني، لازم تتشطف كذا مره. المهم في موضوع عايزه اكلمكم فيه، انا عايزه اشكر قناه من بيت اميره، اشكر مدام اميره على دعمها ليا وكلامها الحلو على قناتي. بجد انا ما كنتش متخيله ان هي هتعجبك كده، وكل الناس اللي دخلت عندي جديد من عندها بشكركم جدا على كلامكم الحلو ودعمكم ليا ووقوفكم جنبي. انا بجد والله مش بنسى اي حد وقف جنبي في رحلتي في القناه، يعني هي رحله انا بداتها ليا سنتين دلوقتي ومكمله ان شاء الله، فاي حد وقف جنبي وقال لي كلمه مشجعه كلمه حلوه تقدير للي انا بعمله، لاني والله العظيم بجد مجال اليوتيوب متعب جدا والفيديوهات متعبه جدا، مش بس مجرد ان احنا بتعملي الحاجه، لا التصوير وان انت تظبطي الصور تظبطي الاضاءه ويبقى عندك وقت معين تصوري فيه واللي حواليك يبقوا هم متفهمين ده، وبعد كده ترجعي تمنتجي وتقطعي، وبيبقى انت اللي انت بتصوريه ده بيبقى اليوم كله انت يعني كله بتضغطيه في حدود 20 دقيقة أو كمان أقل، فالموضوع يعني بيبقى مرهق شوية. زي ما انتوا عارفين يوم الخميس بيبقى يوم الخضار، فبجيب الخضار اللي هو بيقعد معايا، مش بيقعد معايا طبعا الأسبوع، بيقعد معايا لغاية ما أجيب خضار تاني على يوم مثلا التلات أو يوم الأحد لو ما جبتش كمية يعني يوم الخميس. فجبت كوسة، الكوسة أنا مش بقشرها كده، أنا مش هحشيها، مش هعمل محشي،
انا هقطعها، بس بحب دايما بصراحة اخد القشرة الخارجية دي عشان اضمن ان هي ميبقاش فيها تراب او حصى او اي حاجة. يعني انا بحب كده ايه اقشرها من بره، مش تقشير جامد قوي يعني، بس اللي هو ايه اشخطها كده. بس طبعا بشطفها كده كويس. وانا بحب اطبخ الكوسه دايما على لحمه، ما بحبش بصراحه الطبيخ على الفراخ، بحس ان يعني الكوسه من الحاجات اللي هي خفيفه قوي، فعلى اللحمه بتبقى ليها طعم احلى واطعم. يعني اللحمه انا كنت مبيتها من بالليل، يعني لما يكون عندكم لحوم او فراخ او سمك او اي حاجه زي كده ما تحطهاش بره التلاجة، خاصه في الصيف بتنزلوها من الفريزر بالليل قبل ما تناموا وتبيتوها في التلاجة. اول ما تصحوا الصبح تبداوا فيها تطلعوها، هتلاقوها فكه بس مش منزله الميه بتاعتها، والفايده يعني اللحمه او الفراخ هتلاقوا الميه اللي نزلت هي الفايده بتاعتها، فحرام ان هي تنزل ميه، فاحنا بنسيبها في التلاجة وبعد كده بنطلعها. انا هنا سلقتها بالطريقه العاديه خالص، ولا شوحتها ولا اي حاجه، شويه ميه غليت حطيت فيها ورق لورا وفلفل اسود وحبه هان، وحطيت اللحمه فيها، واول ما طلعت الريمه بتاعتها من فوق شلتها. لقيت بقى عندي في الفريزر ايه، لقيت عندي كنافه، وبما اني في مانجا النهارده فقلنا نعمل كنافه بالمانجا. طلعت كده الكنافه، وطبعا عشان مجمده اتكسرت معايا على طول، والجو اصلا كان حار جدا، فانا لقيتها كده ساقعه في ايدي. يا سلام، انا بحب قوي اللقطه دي في الكنافه وانا كده وهي ساقعه، والجو حار بدرجه بشعه، الجو حار جدا والنور بيقطع عندنا. يعني يمكن اللي موجودين معايا هنا في القصير عارفين ان النور قطع عندنا امبارح كم 6 مرات. يعني والله انا كنت خايفه على الاجهزه اللي في البيت، وكنت خايفه على التكييفات، يعني بجد ربنا يلطف والله يخلص الصيف ده على خير ان شاء الله، وخاصه شهر 8. هنا بعد ما فتفت الكنافه حطيت هنا سكر بودره عليها، و يعني هحط كده السكر هفرفشها كلها بالسكر زي ما انتم شايفين، وبعد كده هحط ايه قد نص كوبايه سمنه، مش هحط سمنه كتير. دي اغلس مرحله بقى، ان انا بقعد ادعكها كده بالسمنه، وايديا كلها تبقى سمنه، وايديا كلها تبقى كنافه، وتقعدي تنفضي الكنافه من ايديكي ما بتطلعش. دي بجد مرحله غلسه جدا في الكنافه يعني، بس ما علينا. المهم ان احنا ايه نفرفشها كده برضو بالسمنه كويس، وبعد كده هجيب صينيه وهكبسها فيها كويس قوي. جبت هنا الطبق البايركس ده هتغطى فيها كويس قوي على حسب ما تاخد. يعني هي اللي خدت ده نص كيلو، ما خدتش معايا نص كيلو كله، انا مش عايزه الطبقه تبقى تخينه، انا عايزه الطبقه تبقى مقرمشه وخفيفه. انا الكنافه بالمانجا هعملها ديسك واحد، ممكن تعملوها كذا ديسك بس انا هعملها ديسك واحد، يعني طبقه واحده، وهحط عليها الكريمه من فوق والمانجا من اخر طبقه من فوق. هنا ظبطتها في الصينيه وضغطت عليها كويس قوي عشان لما احطها في الفرن تحمر يعني من فوق ومن تحت وتقرمش كده، تبقى السوا داخل فيها من جوه كويس. فضل عندي هنا شوية كنافة، انا مش هرميهم، هشيلهم عشان عايزة اجربهم في القلاية الهوائية اشوفهم يتحمصوا ازاي، او هي يعني هياخد وقت قد ايه. قلت اجربهم بس مش هقدر اجربهم طبعا دلوقتي لان الوقت بيجري مني وعايزة اخلص بسرعة، فهشيلهم دلوقتي في التلاجة، وان شاء الله هخليها لكم فيديو لوحدها تبع فيديوهات القلاية الهوائية. قطعت هنا بصل وحطيت هنا معلقة سمنة، وهقلبها كده على النار لغاية لما تاخد لون، وبعد كده هحط عليها، مش انا بقى، ده ماما جت وقالت ان هي تساعدني، فقلت لها يلا فصصي توم وقطعيه على البصل. بس انا مش بحب احمر قوي البصل في الطبيخ بتاع الكوسه، بحب الكوسه يبقى لونها فاتح، مش بحبها تبقى غامقه، خاصه لو يعني الكوسه من الحاجات الحساسه قوي، لو البصله اغمقت فيها هتحسوا بطعم مرار كده في الدمعه، انا مش بحب بصراحه الطعم ده، فبحب اللون بتاعها يبقى فاتح. وهنا خلاص حطيت الطماطم تتسبك فيها شويه، وحمرت شعريه وهحط فيها رز، وعملت هنا طبعا الشربات بتاع الكنافه، كوبايه سكر عليها كوبايتين ميه، انا عايزه شربات كنافه خفيف جدا.
والكوسه دي تخيطت ماما بقى الحلوه اللي هي بتبقى حلقات تخينه. الكوسه انا مش بحب احط لها رز اطلاقا. اكتر حاجه كانت بتكرهني في طبيخ الكوسه زمان ان بيبقى فيها رز. بتحطوا فيها رز ليه يا جماعه؟ ليه كل الامهات نفسي اسالهم ليه بتحطوا فيها رز؟ انا مش بحبها برز. انا من بصراحه من ساعه ما اتجوزت وبطبخها بطبخها كده من غير رز، وكل اللي يدوقها عندي يقول لي خفيفه وطعمها حلو جدا. يعني الكوسه بصراحه اللي انا بعملها مختلفه عن اي طبيخ تاني، بس طبعا عملتها تحت اشراف ماما طبعا، لان كتير من الناس اللي شافوا الفيديو بتاع الجمبري قالوا لا، قالوا دي طبيخ يعني ماما كسبت التحدي. بصراحة انا فرحانة والله، مش زعلانة ولا حاجة، بس هي فعلا كسبت التحدي، لان طاجن الجمبري طلع ما شاء الله روعة، لون وطعم وشكل وكل حاجة بجد طلع حلو جدا. الكنافة هنا خلاص بقى بعد ما احمرت في الفرن انا كده هسقيها بالشربات، واللحمة برضو خلاص دخلت في السوا، حطيت لها ملح وفلفل عشان طبعا الشوربة بتاعتها هسقي منها الرز. انا بعمل الرز دايما بالشوربة بتاعت اللحمة، وحطيت برضو على الكوسة. بس هنا الشربات قلت اسقي كده بيه الكنافة. بص ما شاء الله شربت الشربات على طول. انا بدوس عليها هنا بشوفها بقى ايه، ناشفه ولا طريه شويه؟ لا طلعت حلوه ممتازه جدا. وجبت هنا المانجا بقى، مش عارفه بتروح مني فين المانجا، جت اهي. وخلصت بقى من نضافه الحوض وظبطت كل حاجه، وهبدا دلوقتي بقى اقطع المانجا مكعبات او مربعات عشان احطها على وش الكنافه من فوق. طبعا القشر اللي بيفضل ده من المانجا ما بيترميش، ده بيتعمل له اعادة تدوير. بس كده القطعة الكبيرة، وقطعها لقطع تانية اصغر. وجبت هنا كوباية كريم شانتيه وحطيت عليها كوباية حليب، وهضربها بالمضرب كده كويس لغاية لما تتخن كده معايا، وبعد كده هحطها على ديسك الكنافة اللي عندي. حطيت كده كريم شانتيه عليها من فوق وهسويها. لو انت وصلتي لغاية هنا في الفيديو بتمنى ان انت تعملي لايك للفيديو لو عجبك، وتنزلي تشتركي في القناة وتفعلي الجرس على اول اختيار اللي هو الكل عشان يوصلك الفيديو اول ما بنزله. وبرحب بكل الناس الجديدة اللي دخلت عندي من قناة من بيت اميرة، اهلا وسهلا بيكم، نورتوني وكبرتوا القناة وشرفتوني، وبتمنى بجد ان انتوا تستمروا في متابعتي، وان شاء الله هحاول ان انا اقدم لكم كل جديد. بص النهارده كان الاكل تقليدي، لاني ماما صراحة بتقولي بصي انا ما بحبش الاكل بتاع العيال، انا بحب الطبيخ بقى والكوسة ورز، الاكل بتاع زمان ده. فقلت لها حاضر من عيوني، فعشان كده عملت لها كوسة ورز، مع اني والله كنت عايزه اعمل كوسه بشاميل، بس المره الجايه بقى ان شاء الله. طلبات ماما اوامر بصراحه. بس المانجتين اللي انا قطعتهم ما كفوش، فقطعت واحده تانية. وهاخدها بقى وهحطها في التلاجة تسقع عشان ايه نلحق ناكلها بعد ما نتغدى ان شاء الله، تكون كده ايه بردت وخدت كده الطعم، الكنافة خدت الطعم من كريم شانتيه والمانجا. بس عملت هنا سلطة وحطيت لها شوية ملح وعصير ليمون وقلبتها كويس. السلطة طبعا اساسي اساسي مع الطبيخ، ما تنسوش السلطة ابدا يا بنات في الوجبة بتاعتكم، مهمة قوي. وهنا اخدت اللحمه، وطبعا مش هحمرها على البوتاجاز، قلت لهم مش هحمرها عشان البوتاجاز منضفاه ومش عايزه طيطشه سمنه عليه، فحطيته بقى هنا في القلايه وهدهنه، وحطيت عليه من فوق ملح وفلفل، عليها على اللحمه من فوق ملح وفلفل، ودهنتها من فوق سمنه وحطيتها في القلايه اتحمرت وبقت زي الفل وتمام. هي اللحمه دي حمر قوي يعني، ما فيهاش مش ملبسه، ما فيهاش دهون وكده، فعشان كده حطيت لها سمنه كويس عشان تتحمر كويس يعني.
بس هنا بقى بنغرف الكوسه. بصوا لونها حلو ازاي، لونها فاتح والدمعه بتاعتها كده بسيطه. نسيت اقول لكم صح، لازم يتحط لها قد نص معلقه سكر مش كتير، عشان هي الكوسه من الحاجات اللي هي دلعه، فالسكر بيبين الملح اللي احنا حطيناه، فاهمين؟ يعني الملح لوحده هيخليها مالحه، لكن السكر مع الملح هيخليها يعني الحلاوه بتاعت السكر هتبين الملوحه اللي هتعملها في الكوسه. يا رب تكونوا فهمتوني. بس كده هي اللحمه كده خلاص تمام. يلا تعالوا اتفضلوا معانا. وطبعا الطبيخ ده هيفضل لبكره اللي هو الجمعه، وهناكل بقيته بكره ان شاء الله، لان انا مش هطبخ يوم الجمعه زي ما قلت لكم، ده يوم اجازه فمش بحب اطبخ فيه. والحمد لله خلاص اكلنا الحمد لله، يعني لازم نشكر ربنا ونحمده على النعمه. وهنا خلاص بقى حطيت الحاجات هنا في غساله الاطباق، طبعا لازم الحق ان انا اشغلها بدري لان النور بيقطع بالليل، بيقطع بالليل وبيقطع كمان في النهار بس بالليل اكتر يعني، بس الوقت اللي هو وقت العصر او لغاية المغرب والعشاء ما بيقطعش، فعشان كده قلت اخلص منها من المواعين وكده واغسلهم في الغسالة قبل ما النور يقطع. وشينا شلت الحاجات بقى اللي كنت غسلاها على ايدي، ولميت هنا بقى الكيس ده اللي هو فيه بقى بواقي الخضار وقش البصل والحاجات دي كلها، بحطها في الزبالة دي الله يعزكم، دي اللي بحطها جنبي. وده كان باقي فيه سائل تنظيف الأرضية اللي هو بريكس أو برايكس، زودته مية وقلت بقى ايه انزل بقى رغاوي في الأرضية زي ما انتوا شايفين. مسكت المقشة بقى واشتغلت فيها، لان طبعا طول الاسبوع عارفين اي حاجه من على البوتاجاز من فوق بتنزل على الارض، اي حاجه على الرخام بتنزل على الارض، فالارض بتبقى مش نظيفه، وانا عندي المطبخ مفتوح على المكان اللي احنا بنقعد فيه قدام التلفزيون، فلو المطبخ مش نظيف اي حاجه اللي هيبقى قاعد في الصاله يبقى شايفه، فاهمين؟ وفي نفس الوقت وانا في المطبخ يعني ريحته، انا مش بحب دايما احس ان ريحه المطبخ نظيفه، الريحه ما بتجيش غير من الارضيه والحيطان، اكتر حاجه بتخلي ريحه المطبخ مش حلوه الحيطان لو هي عليها الدهون لازقه كده فيها، والارضيه لو مش بتتغسل على طول، فانا بحس ان دول اكتر حاجه سبحان الله بتطلع ريحه من المطبخ يعني. والحوض طبعا اساسي طبعا، لكن الحوض عشان احنا على طول كل يوم اكتر من 7 8 9 20 مره واقفين قدامه وبنغسل المواعين، فعلى طول طبعا نضيف، لكن الارضيه والحيطان دول دايما بيبقوا عايزين وقت مننا محدد. يعني انا محدده يوم الخميس باخد فيه الارضيه وامشي طبعا على الحيطان وامشي على المطبخ نفسه والتلاجة وكل الحاجات دي. طبعا حطيت هنا ميه تاني عشان اشطف خلاص بقى الارضيه واسحب الميه كلها على البلاعه. بس رجعت هنا نشفت الارض ورجعت كل حاجه مكانها، وبدات هنا بقى الم الحاجات دي، هعمل لها برده دوره في الغساله، مياله المطبخ والمفارش والفوطه بتاعه المطبخ. وخلصنا بقى خلاص استريحت كده شويه، وبعد كده طلعت الصينيه الساقعه وقلنا بقى نقطعها، ويعني بصوا انا هاكل منها دلوقتي لوحدي مش هدي اي حد. هو الوقت لسه بدري، انا من بعد الساعة 8 او 8:30 بكتير اوي 9 خلاص ما باكلش الحمد لله. انا وماما وجوزي وكده بنغسل اسناننا الحمد لله خلاص، ما فيش اكل تاني خالص لغاية ما يعني ننام، او لغاية لما نصحى الصبح متأخر. يعني ماشيين على نظام الصيام المتقطع اللي هو يا اما 14 ساعة او 16 ساعة، فبنحاول لو في اي حاجة زي كده ناكلها بناكلها بدري شوية يعني. يعني ماما ما رضيتش تدوقها ولا رضيت تاكل منها اصلا عشان النظام بتاعها. انا بشكركم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.